السلام عليكم، معاكم اخوكم الفنان محفوظ الدكالي، وتحية للجمهور الغالي، وتحية للمغاربة جميعا ونجالية المغربية. واليوم جيت باش نقول لكم اتسناو الجديد ديالي ان شاء الله، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هذا واحد المقطع منه. درت الخير تعيد محيتو من بالي، وغير الشر اللي لقيت الشكوى العالي. ودرت الخير تعيد محيتو من بالي، وغير الشر اللي لقيت الشكوى العالي. وعلاش ظلموك يا قلبي؟ وما تنساوش اشتراك في القناة، وبارطاجيو، ودير جيم، وفعل الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ان شاء الله. وتبارك الله عليكم.